يبدو ان شوط التهدئه مع واشنطن قد نفذت دقائقه فبعد يومين تقريبا على انتهاء اجتماعات الوفد العراقي مع نظيره الامريكي حيال انهاء عمل التحالف الدولي انهمرت عدد من الصواريخ على قاعده عين الاسد تصعيد بعد هدوء بعث فيه رسائل لواشنطن في وقت وصف بالخاطئ. رساله الفصائل الى امريكا هي رسائل سلبيه باعتبار ان مقومات المباحثات وجدولة وجدو الانسحاب الأمريكي يعني هاي تعطي إشارة بأن هذه الفصائل تريد دائما استهداف القواعد العسكرية الأمريكية وفشل تفشل المفاوضات الجانب العراقي هذا غير صحيح المفروض أن هذه الفصائل تتأنى بعض الوقت ليمكن أن ما تسفر عنه هذه المباحثات الحكومة تسير باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي عبر تفاهمات مشتركة، لكن الفصائل تحاول الضغط بشكل أكبر عبر عودة سيناريو الهجمات، وهذا ما يضع الحكومة في موقف حرج، فتلك الهجمات تأتي كمن يغرد خارج السرب وفق بعض القراءات، دون الاكتراث لما تعمل عليه اللجان المشتركة ومخرجاتها. اعتقد الوقت غير يعني مناسب في هذه الظروف لاستهداف القاعده، رغم انه المقاومه يعني نبهت الحكومه وحذرت الحكومه من ذلك، باعتبار المفاوضات مستمره لن تتمخض لحد الان النتائج او قرارات يعني تحسم هذه العلاقه بين التحالف الدولي والعراق، لذا الحكومه هي المعنيه الحقيقه في السياسه الخارجيه وفي العلاقات وتبيان العلاقه ونوعها مع القوات الاجنبيه. ومع أن بغداد وواشنطن تريدان الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية، من المرجح فيها بقاء بعض القوات للقيام بمهام إستشارية، لكن هذا لا ترتضيه الفصائل، إختلاف يشي إلى مستجدات مقلقة خلال المنظور القريب في حال بقاء المعادلة الحالية على ذات معطياتها. من العاصمة بغداد، بدر الركابي. التغيير.